الساعة قليلة تقريبا غالية بزاف في المطار ديال 120 حتى 125 درهم في المطار تقريبا ديال 95 درهم حتى 100 درهم هذا غدا خيالي ما عمرني سمعت حياتنا كاع انا فوق 50 عام في هذا الحال ما عمرني شحال هذا غدا كاع في اول عام كنشوف هذا غدا هذا الجفاف الشمس ما صافاش كسيبة قليلة فلا ملقمي وكل الباين فلا اكثر فلا الصغير نساهم كاع من الميدان ديال الفلاحة تمشي تسوق وتبقى ما تشري ما عمرو نتاع هادشي بقى غالي شوف شو العام هادشي يقول فيه كم الدجاج ولا غالي 500 سنة الكيلو عند الجمال وزير الفلاحة المسؤول على الدغلة ديال العام وداك قال ما واش وزير الفلاحة المسؤول عليه الوزير الأول تاع هو الغلا خيالي شنو يدير حلاش كاين غزاله ساكين دابا غزاله شدو انا شحال من غزاله ساك دابا والله الا تسدو بالهدوء انا كندوز احياء شحال من غزاله شدو مسدين حتى من 8 غزاله تيكونوا حالين لقيتهم مسدين انايا ما قادش يشوف هاد الغلا تيجي كل شحال تيجي ساعه تيبقى يشوف فيها تسخسر ليه الكليه ساعه تسخسر ليه بقى يومين ثلاث ايام تسخسر ليه ما بقاش الامر كيما كان الناس يحصل هو الناس المواطن يحصل ليه العوال نساب عليها الغلا اكثر ديال المسكين واش كيما غايدير شي ديال قرطه شي قطمان شي ديال قطه شي صوصي تقول ليه 230 204 عاقل ايمان دا شي حاجه قليله بسيطه اما دا كيلو 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 تلفون 600 700 درهم ولكن غادي نمشي من عندنا راه من الفوق جاي داكشي ما عندنا والو حنايا تعال انت شغله شويه ديال الغرمي تجيبو تقطع عليك 7000 درهم تجي من عاد ما تجمعهاش دابا انا خدام شهرين دابا خدام قيت منين 200 فرنك خاصاني وانا منين 200 فرنك خاصاني الضو اللي يجيك الضو 3000 200 2800 درهم في الضو داري الفان مولا بحال كرة المحل المصارف ديال المحل شي راه ماشي ساهل هادشي ديال المحل ديال تاك الزاد راه كاين مصارف فيه مثل تجي وتتصير مثل تخرج من الدار غادي تمشي تسوق الماطور تصير تخلص ترونسبور خدامة عندك هنا جوج ولا تخلصهم ولا تجي تاول ديال الخير